500 كيلوغرام من المتفجرات، حفرة كبيرة في الأرض، 9 قتلى و100 جريح. المشهد مألوف، ولكن هذه المرة ولأول مرة في دير الزور. سيارة مفخخة انفجرت في المدينة صباح السبت على مقربة من فرع المخابرات العسكرية والجوية والمشفى العسكري في دير الزور، وتبع التفجير إطلاق رصاص كثيف. التفجير خلف دمارا كبيرا، وقد عاينه المراقبون الدوليون في سوريا في مقابل اتهام المعارضة السورية كما في كل مرة للنظام السوري بتدبير التفجير، واعتبر المجلس الوطني أن هذه العمليات جزء من خطة النظام لإشاعة الفوضى في سوريا. في هذا الوقت استمرت العمليات الأمنية المختلفة في الشوارع السورية وإطلاق النار على المتظاهرين بعد التجمعات الكبيرة التي شهدتها جمعة أبطال جامعة دمشق، وقد استمرت المسيرات المعارضة للنظام، وقد سجل حتى ساعات بعد الظهر سقوط 10 قتلى في العمليات الأمنية والاشتباكات في مختلف المدن السورية. الله أكبر، الله أكبر. في هذه الأجواء وصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام إلى سوريا مع نائب المبعوث العربي والأممي كوفي أنان تمهيدا للزيارة المرتقبة لأنان إلى سوريا، وقد التقيا عددا من المسؤولين السوريين كما أشرفا على عمل المراقبين. وبعد كلام بان عن تورط القاعدة في العمليات الأمنية، أكد المتحدث باسمه أن ما من أدلة دامغة على تورط التنظيم في هذه العمليات، إنما طريقة التنفيذ توحي بأن مجموعات منظمة تستفيد من إطالة أمد الأزمة في سوريا هي التي تنفذ العمليات.